دا حيت مشكل دابا اللي ولدو ما يعرفو واش مول جده هذيك. دا مشكل خايب هذا. سمعنا بان ماشي استاذه في اليوسفيه تزوجت بالتلميذ ديالها. التلميذ ديالها عنده 19 سنه وهي عندها 30 سنه، يعني دائره جديده. هي ما عرفتش وقيلاش استغلت الظروف ديالو انه ما عندوش لي موايا. دابا ولات الدوائر هادو ديال النساء تتزوجوا مع الشباب اللي العمر ديالهم من 20 للعشرينات، وهو مثلا تكون الظروف ديالو ماديه قاسيه وتستغل تستافد ماديا وهي كتستافد مثلا جنسيا. هادشي اللي كاين ضدها راه في واحد الحاله راه كتشوف دابا العيالات عندنا في المغرب وسط 4 مليون ديال النساء ما مزوجينش، يعني هي وقال لك تبغى تعتز من داك 4 مليون تزوجات به. اخويا حنا ضد الفكره هذه، حيت هاد السيده غيكون هاد الدري هي استاذه وهو غير تلميذ ديالها. نقد نقول لك الدري غادي يستافد غير من النقاط على قبل النقاط، وغيستافد منها ماديا حيت هي خدامه وهو الدري باقي غير كيقرا، وهي غتقد تستافد منه بحوايج اخرين مثلا تقد من ناحيه الجنس ناحيه شحال من حاجه. اخويا صدق خبر في اليوسفيه وقعت تلميذ كيتزوج بالاستاذه ديالو، هاد القضيه ما كتدخلش للدماغ، ولكن ربما يكون دا على ود المال ديالها وهي عاوتاني داتو على ود باش الجنس ديالو او طامع فيها على ود باش ما عرفت، ولكن ربما دابا المشكله هي ما غادي يديروا الاولاد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.